السلام عليكم. في الحلقة السابقة هدرت لك على مؤسسة المخزن والمناصب اللي كانوا فيها واللي بقاو لحد الساعة، ولو كنت مازال ما شفتيها تلقاها الفوق. وفي هذه الحلقة نتكلم لك على الألقاب الملكية باليوم والبارح والرمزية وراء كل واحد، ونشوفوا علاش المغرب ما عندوش ملكة، واش سبق كان عنده سلطانة، وشنو الفرق ما بين السلطان والملك. أنا بذلك بعد بالألقاب الملكية ديال السلاطين والملوك والأمراء والأميرات وبقية أفراد العائلة الملكية، ثم نجاوب على بقية الأسئلة. وقبل ما نبدأ لازم تعرف أن أغلب هذه الألقاب ومؤسسة المخزن أسسها السلطان السعدي المولى أحمد المنصور الذهبي، حيث كان يحلم بالخلافة ومنافسة العثمانيين في إفريقيا، وحتى التوسع إلى القارة الأمريكية بعد تحالفه مع الإنجليز وبالضبط الملكة إليزابيث الأولى ضد إسبانيا، ولكن التحالف ما كملش بسبب وفاة كلا الملكين في عام 1603. المهم حلم المنصور ما كتملش، ولكن قدر يوسع رقعة إمبراطوريته حتى بلاد النوبة اللي هي السودان حاليا بعد هزيمته الإمبراطورية الصونغي في الحرب المغربية الصونغية. السلطان والملك. أول حاجة، من كان المغرب سلطنة بالخصوص في القرن 19 كان اسمه الرسمي عند الأوروبيين الإمبراطورية الشريفية، ومحليا المملكة المغربية الشريفة حتى عام 1957 من يتحول المملكة المغربية. والفرق بين نظام السلطنة والمملكة هو أن السلطان حاكم مطلق، وأي قرار في شأن البلاد كيرجع ليه، وخا يكون صغير شي لا يكون فيه سلبيات. من اعتلى العرش السلطان ليس له خبرة سياسية أو شخصية قوية أو له إرادة في تطوير البلاد. أيضا السلطنة ما فيهاش ولي العهد، بل أقصى ما يمكن فعله هو أن السلطان يكتب وصية على واحد من أفراد عائلته باش يخلف من وراه، وذلك الشخص يقدر يولي السلطان وممكن ينقلبوا عليه أو يغتالوه. السبب الرئيسي علاش كيوقع هادشي هو أن في نظام السلطنة من كيولي شي حد سلطان فبقية أفراد العائلة يتم إهمالهم، بالخصوص الإخوة، هادشي علاش كل واحد كيبغي يعتلى العرش. عكس الملكية كل شيء مسجل وموثق منذ البداية، وكل فرد من العائلة يشغب منصب كمستشار أو سفير أو رئيس جمعية أو عنده عمله الخاص. وخاصك تعرف أن الحسن الثاني ما كانش ولي العهد حتى العام 1957 من يولى النظام ملكية، حيث قبل كان عايش في عهد السلطنة اللي كان المستعمر اللي طول أكثر في احتلاله للبلاد، فما كانش يسمح لي اعتلى العرش بسبب شخصيته القوية وتكوينه الجيد في السياسة، بل يقال أنهم كانوا يفضلون أخاه مولى عبد الله، حيث نفس الحاجة وقعت مع محمد الخامس نهار توفى الأب ديالو المولى يوسف، كان يرغب في أن يخلفه ابنه الأكبر مولاي إدريس، ولكن السلطات الاستعمار ضغطت على حاشية السلطان أن تبيع أحد أبناء المولى يوسف معروف عليه الخجل وليس لديه خبرة كافية في السياسة. المهم هادو بعد أوجه الاختلاف بين السلطنة والملكية. ودابا نعطيك قائمة الألقاب الملكية. أمير المؤمنين هو اللقب الديني للسلطان والملك حاليا ويعكس سلطته الدينية. هذا اللقب كان يلقب به حكام المغرب والدول الإسلامية وظل مستمر في السلالة العلوية إلى اليوم، والمغرب هو البلد الوحيد اللي حافظ على هذا اللقب لحد الساعة، وكان ينافسه فيه سلاطين الدولة العثمانية إلى حين سقوطها في عام 1922. المهم المهام الدينية على الملك حاليا لا تختلف كثيرا على فترة السلطنة، وهو ليس مجرد لقب رمزي مثل ما يشاع أنه لا يعكس الجانب الديني للبلاد، بل هذا اللقب يأتي وراءه الكثير من المسؤوليات التي تلقى على عاتق الملك، وكان لها امتداد وصولا لمصر، واليوم لها امتداد في افريقيا من السنغال وصولا الى نيجيريا. فمن اكبر جماعات الاسلامية في الغرب الافريقي التي تسمى بطريقة تيجانية يقدر اتباعها بالملايين ومقرها بنيجيريا، تعتبر الملك هو زعيمها الروحي وامير المؤمنين، وهادشي نشرحه لك بشكل مفصل في حلقة خاصة عن امارة المؤمنين عبر التاريخ. المولى او مولاي بالانجليزية لورد كان لقب خاص بالسلطان وكيتقال ليه المولى بالعربية الفصحى، كتعريف به أنه ولي الولاة وبالدارجة مولاي. أما بالنسبة للأمراء فكانوا يطلقوا عليهم فقط مولاي. حاليا هذا اللقب ما بقاش يتقال الحاكم بعد تغيير النظام من السلطنة للملكية، وأصبح خاص فقط بالأمراء، ولكن في بعض المناطق في المغرب بالخصوص اللي كينتسبوا لسلالة الأشراف الأدارسة، وفي بعض المناطق في موريتانيا اللي زالت تستعمله كاسم علم. سيدي، هذا اللقب بالإنجليزية هو ماستر. هذا أيضا كان لقب خاص بالسلطان والأمراء، ولكن فقط إذا كان اسمهم محمد كنوع من الاحترام لاسم النبي عليه الصلاة والسلام عند المغاربة عند ذكره. وباش تأكد تقدر ترجع للسلاطين العلويين اللي كان اسمهم محمد، على سبيل المثال سيدي محمد بن عبد الرحمن المعروف بمحمد الرابع، بل حتى الملك محمد الخامس من كان باقي السلطان كان لقبه الرسمي سيدي محمد بن يوسف، وأول من حمل اللقب هو السلطان محمد الثالث لقبه الرسمي سيدي محمد بن عبد الله، رغم أنه سبقه المولى محمد بن الشيخ.
الشريف الذي يطلق عليه ايضا مولاي محمد الاول. ومولاي محمد ولد عربية، تسمى هكا حيت امه كانت عربية من جهة الشاوية. السبب علاش دوك السلاطين السابقين ما خداوش لقب سيدي رغم اسمهم محمد هو ان البروتوكول مازال ما ترسخش بشكل ادق. لا يعني السيدة، هذا كان لقب الأميرات من بنات السلطان، وكانوا عطاء لعدد قليل من الزوجات السلاطين فقط اللي عندهم مكانة مميزة في القصر أو نفوذ أو ينتمين لعائلة ملكية، بحال زوجة محمد الخامس وأم الحسن الثاني. خدات لقب ليلى عبلة بنت الطاهر حيت هي حفيدة السلطان الحسن الأول. أمهات الأمراء، هذا اللقب تحذف غير مؤخرا في عهد الملك محمد السادس حيت كان يعطى لزوجات السلاطين والملوك، وتكلم عليه الحسن الثاني من السولات الصحفية فرنسية علاش ما تعرفناش على ملكة المغرب. جاوبها لسبب بسيط، هو أن المغرب من نهار أصبح المغرب ما عمر كانت فيه ملكة، جميع زيجاتنا كانوا من الحريم، وأعتقد أن كل السلالات التي تعاقبت قد اتخذت قرارا حكيما الذي جنبنا الوصاية النسائية التي كانت في أغلب الأحيان غير سعيدات عبر العالم. ولكن من تجي الفرصة باش نقدم أم الأمراء التي تحمل لقب أميرة وليس ملكة وما عندها حتى نشاط سياسي مثل زوجة مولاي إدريس الأول مرورا بجميع السلالات الأخرى، نقدمها عادي لأن أراها ذات أخلاق عالية ومقبولة جدا ولكن ليست ملكة. المهم هذا الكلام اللي قال الحسن الثاني قدر ما يعجبش الحركة النسوية إلى سمعته، يعني فقته منذ بداية أول سلالة حاكمة في المغرب وفي الممالك الإسلامية عبر التاريخ. زوجات السلاطين والخلفاء ما كانش عندهم لقب ملكي وما عندهم حتى دور في الحياة السياسية، وعلاش قال أن بعض الملكات لم يكن سعيدات بمناصبهن، وأن السلالات المغربية السابقة أخذت قرار حكيم بعدم إشراك الزوجات في السياسة. هو كاين العديد من الأمثلة أن انهيار أغلب الممالك كان سببها زوجات السلاطين اللي كانوا يكيدون لبعضهن المؤامرات لتضمن كل واحدة صعود ابنها للعرش. ونركز لك غير على العالم الإسلامي، حيتاش العالم الأوروبي أو الغربي راه عندهم نظامهم بحضو وبروتوكولهم بحضهم. على سبيل المثال الدولة العثمانية بالأخص زوجات السلطان سليمان القانوني اللي تم اغتيال أبنائه ذوي الخبرة في الحكم بمؤامرات من زوجاته حتى تبقى أبناء ضعاف الشخصية وبعضهم مجرد سلاطين رمزيين أمهاتهم من يتولين القرار، أو الحرب الأهلية اللي قامت بين أبناء المولى إسماعيل التي كان وراءها جيش عبيد البخاري وبدفع من زوجات مولاي إسماعيل هن خناتة بنت بكار وحليمة السفنيانية وأم العز تبع اللي كان كل واحدة باغا ولدها اللي يحكم. وأيضا بلا ما نسالك آخر ملك لمصر الملك فاروق، لمن أسباب ضعف شخصيته وسقوطه عن العرش خلاه والده الملك فؤاد محاط بأخواته وأمه وما عطاش التكوين السياسي اللازم باش يحكم بلد كان يعتبر هو الأكبر في إفريقيا، حيث أن مصر كانت متحدة مع السودان وجنوب السودان، كل هذه الأقاليم كانت تحت التاج المصري العلوي. المهم نرجع لك الموضوع زوجة السلاطين، هو أن على مر التاريخ كان هناك نساء شاركن أزواجهن السلاطين في الحياة السياسية بفضل خبرتهن، بحال خناتها بنت بكار اللي كانت عالمة في الدين والسياسة وكانت مستشارة زوجها المولى إسماعيل، علمت هادشي كامل حفيدها سيد محمد الثالث لا يكون في لائحة أعظم السلاطين اللي عرفهم المغرب عبر التاريخ، ولقبها الأوروبيون بإمبراطورة المغرب. أو حليمة السفياني اللي كانت هي المكلفة بإرسال الهدايا للبعثات والزوايا والعلماء ورواتب الجيش أيضا. وأيضا السلطانة زيدانة اللي هي عائشة بنت مبارك، وتلقبت هكا حيث أول ولد لها كان سميته زيدان، ومن كثرة النفوذ تاعها حيث هي أول زوجة للسلطان مولاي إسماعيل تلقبت بالسلطانة وكانت هي المفضلة عنده وعندها صلاحيات أكثر من باقي الزوجات. على سبيل المثال باش تظهر القوة ديالها داخل وخارج القصر كانت ديما ترافقها عبدة هزة معها سيف، وكانت تقدر تخرج تنزه في مكناس في أي وقت بغات عكس باقي الزوجات اللي كانوا يخرجوا غير في ذكرى المولد النبوي. وأم العز التباع اللي كانت تتقن الإنجليزية وكان لها الفضل في توقيع اتفاقية السلم والتجارة مع بريطانيا في عام 1722، وعدة زوجات أخريات لم ينساهم التاريخ بفضل خبرتهن السياسية كلالة عودة الوزتيكية أم السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي، وزينب النفزاوية زوجة الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين. المهم المستخلص من هذا الشيء هو أن زوجة السلطان ما كتدخلش في الحياة السياسية إلا إذا كان لها خبرة في المجال وعرف عليها قوة الشخصية والذكاء، وأقصى لقب كتاخده هو أميرة وحتى لكان عندها نفوذ كتصنع الراسة. وأيضا لم يسبق في التاريخ لأحد أن رأى زوجات السلاطين المغاربة، ولكن عندما جاء عهد الملك محمد السادس قرر لأول مرة في تاريخ المغرب يكون هو أول حاكم مغربي يظهر زوجته للرعية عند زواجه من سلمى البناني في 12 أكتوبر 2001، وفي 21 مارس 2002 كانت أول زوجة حاكم مغربي تأخذ اللقب الملكي الرسمي اللي هو صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة سلمى اللي كان حكر على أفراد الأسرة العلوية فقط، وهذا الشيء داروا كجزء من التقرب للشعب كما قالوا عنه ليس المتحدثا بارعا كالحسن الثاني.
ولكن اختار التقرب الجسدي وتغيير بعض البروتوكولات اللي كانت في عهد والده وجده. وسبق صرح في بداية 2000 لصحيفة فرنسية عن الفرق بينه وبين والده بعبارة قصيرة: هو هو وأنا أنا. سميت سيدي، هذا اللقب كيعيطوا به الناس اللي دايرين بالأمير اللي عنده نفس اسم أبيه ولا جده السلطان، وما متأكدش حاليا واش خاص غير بولي العهد ولا حتى بقية الأمراء، حيت لما كان الملك محمد السادس ولي للعهد سولوا زملائه في المدرسة المولوية بشنو كتعيطوا ليه. الجواب كان سميت سيدي. كيفاش تعرف البرنس؟ سميت سيدي. سافي دير كوا سميت سيدي؟ سميت سيدي ستادير لو نو دي روا. وي مونسيور. نسبة لجده الملك محمد الخامس، وحتى ولي العهد الحالي كيعيطوا عليه بهذا اللقب نسبة لجده الملك الحسن الثاني، فهو لقب إلزامي على حاشية القصر والناس المقربين منه. سميت لالا، نفس الشيء ولكن كيتعطى الإناث اللي عندهم نفس اسم أمها أو جدتها زوجة السلطان، ولكن ليس أي زوجة، كما قلت لك في الأول فقط اللي عندها مكانة خاصة في القصر أو تنتسب للعائلة الملكية. وبالضبط في أواخر القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحماية بدأت كترسخ أكثر الألقاب السلطانية. كان لقب الإبن السلطان الأمير الجليل مرفوق باسمه أو صاحب السمو الشريف، وأيضا من بين الألقاب اللي كانت تطلق على السلطان من قبل الأوروبيين في نهاية القرن التاسع عشر فوق الحماية هي الإمبريالي أو الإمبراطوري. حيث تفرجت في حلقة اسم المغرب عبر التاريخ، كان اسم المغرب عند الأوروبيون في القرن التاسع عشر حتى 1957 أمبير شريفيون. ودابا بالإضافة للألقاب اللي ذكرت لك لمازال حتى الساعة، نعطيك قائمة الألقاب الملكية باللفظ الكامل منذ ترسيخ البروتوكول الملكي في عهد الملك الحسن الثاني. الملك يطلق عليه صاحب الجلالة الملك مرفوق بالاسم ثم الرقم الترتيبي إذا كان له نفس اسم ملك أو سلطان علوي سابق ثم نصره الله. ولي العهد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي أو سيدي مرفوق بالاسم. أمير فقط أو ابن الملك صاحب السمو الملكي الأمير مولاي أو سيدي. أميرة فقط أو ابنة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا. حفيد الملك أو ابن أخ الملك صاحب السمو الأمير مولاي أو سيدي. نفس الشيء بالنسبة لحفيدة الملك أو ابنة الأخ. ومن ينتمي للعائلة العلوية ولكن بعيد عنها بحال أبناء وأبناء الأعمام يقال له الشريف مولاي مرفوق باسمه ثم العلوي، والإناث الشريفة لالا مرفوقة باسمها العلوي. وفي الآخر هادو هما الألقاب الملكية اللي قدرت نجمع ليك عبر التاريخ، وإذا كان عندك لقب أو إضافة لرمزيته فممكن تذكرها لي، وفي المستقبل القريب ندير لك سلسلة عن السلالة العلوية من المولى الشريف بن علي إلى الحسن الثاني لنعطيك فيهم تفاصيل عن حياتهم بشكل مفصل وحتى أسماء زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وصلة القرابة بينهم اللي بيها في كل حلقة، وتبقى الشجرة العلوية غادي تكبر.